لامبارد، فرانك لامبارد طبعا المدير الفني السابق لتشيلسي، طبعا يعني اقترب من تولي القياده لفريق نوريتش سيتي. نوريتش سيتي طبعا زي ما حضراتكم عارفين، و يعني بيستعد كمان دلوقتي لخوض او عوده للبريمير ليج، ويمكن تجربته مع يمكن تشيلسي ما كانتش تجربه ناجحه، لكن نوريتش سيتي بيستعد لتعيين فرانك لامبارد مدربا للفريق خلال الفتره اللي جايه. كمان زي ما بقول لحضراتكم كل